أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام والصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيئة: ميليشيات الحشد تنفذ عمليات دهم وتفتيش تعسفية شرقية كريت. وجاء في المدى: حزب جديد يلاحق 16 ناشطا بتهمة حرق مقره في البصرة. وفي الزمان نطالع: مستشفيات البصرة تستقبل يوميا 300 حالة تسمم بالمياه. ونطالع في العرب اللندنية: أحزاب شيعية وسنية وكردية تحذر عادل عبد المهدي من تمرير أجندة الصدر. ونقرأ في العرب الجديد: قضية قاشقجي، المفتشون الأتراك يباشرون التحريات داخل مبنى القنصلية السعودية. ونطالع في الحياة: الملك سلمان يأمر النائب العام السعودي بالتحقيق في اختفاء قاشقجي. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الخليج الإماراتية: إسرائيل تفتك بقرية الخان الأحمر وشهيد في سلفيت بزعم الطهر. أهلا بكم. كانت البداية من قبل رئيس الوزراء المكلف عبد المهدي، كانت إعلانية، وتم استخدام مفاجئ للإنترنت، حيث تلقى عبر موقع إلكتروني طلبات أكثر من 50,000 عراقي لشغل منصب وزير في حكومته المقبلة. صفيت القائمة إلى 600 متقاتل. دكتور ماجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية إن هذه التجربة تمزج ما بين الخيال السياسي والاعتراف بالمأزق السياسي وهو هيمنة الأحزاب على مسار العملية السياسية وحكوماتها، وإن تلك الأحزاب تدعي أنها تنازلت عن تسمية رئيس الوزراء من داخل أحزابها. ما يهم هذه الأحزاب ليس الإعلان الإلكتروني، وإنما استعادة الهيمنة عبر قوائم الوزراء التي قدموها لعبد المهدي رغم إعلانهم الشكلي أنه حر في الاختيار. والحقيقة هي أنهم قبلوا الخسائر لصالح رغبات عبد المهدي في استوزار عدد محدود من الكفاءات خارج الأحزاب وبواسطة الموقع الإلكتروني. والاحتمال المتوقع هو تجديد صيغة القسمة في الحكم بين الكتل الشيعية النافذة الإصلاح والبناء بأعداد أقل ولكن بفعالية أكثر، أي أن تكون الولاية لهاتين الكتلتين في ترشيح الوزراء السنة بعد أن نجحوا في ترشيح وانتخاب رئيس البرلمان، مع احتفاظ الأكراد بخصوصيتهم المقبولة عبر الاتحاد الديمقراطي الكردستاني. فما الذي تغير؟ وأين شعارات هجر المحاصصة الطائفية؟ المتغير شكلي، وهو الانتقال إلى المحاصصة الناعمة. لم يعترف قادة تلك الأحزاب بالفشل السياسي، ومقابل مرونتهم مع رئيس الوزراء الجديد لن يقبلوا بمداهمة محتملة لأوكار الفساد الرئيسية، وسيتركون له العنان في خطابات الإصلاح والتغيير والاسترشاد بالمرجعية والتوافق مع مقتدى الصدر. فقد سبق وأن سمعوا مثل هذه الخطابات في زمن حيدر العبادي. المهم الحفاظ على مرتكزات النظام السياسي. الكاتب يتساءل: ألم يعرف عبد المهدي ومن معه وجميع قادة الأحزاب بأن الوزارات تحولت إلى مكبات للمتخلفين المتحصنين بأحزابهم؟ ويرى الكاتب أن خضوع عبد المهدي للعبة الجديدة في المحاصصة الناعمة كما يصف الكاتب، وتغطية ذلك ببعض الإجراءات الشكلية، إنه سيكرر سياسة سلفه حيدر العبادي. كما جرت العادة، فإن رئيس الوزراء في عراق ما بعد 2003 هو مرشح تسوية لا غير. ف
وبعد أن تحتدم المنافسات والمناقشات وبعد أن تصل إلى طريق شبه مسدود يأتي الفرج على هيئة مرشح ترتضيه الأطراف المختلفة ليكون رئيسا للوزراء، وذاك ما حصل مع المالكي والعبادي، ويتكرر اليوم المشهد مع عبد المهدي أيضا الذي جاء بعد أن فشلت الكتل الشيعية في التوافق على مرشح واحد على الأقل. يدلم يقول في صحيفة العربي الجديد أن عبد المهدي يدرك جيدا أنه مرشح بلا ظهر حزبي أو كتلة انتخابية تدعمه كما كان الحال مع سابقيه. عبد المهدي هو محارب بلا سلاح، أو هكذا يبدو على الأقل، وبالتالي فإن مجرد قبوله بمهمة رئاسة الحكومة هو بمثابة تحد كبير وكبير جدا، وهو يدرك ذلك جيدا. فالرجل خبر السياسة وعرف عن قرب التنظيمات الحزبية وتقلب بين أيديولوجيات مختلفة وحتى متصارعة، وبالتالي سيسعى ليخرج من هذا الاختبار بأقل الخسائر إن صح التعبير. ومن هنا بدأ بما أزعج الكتل السياسية عندما أعلن عن موقع إلكتروني أمام كل عراقي يجد في نفسه القدرة على أن يكون وزيرا في حكومته المرتقبة. وهنا يجب التأكيد أن عبد المهدي ليس بهذه السذاجة التي تجعله يطرح منصب وزير أمام الشعب، وهو الذي يعرف أن من خلفه أحزاباً وكتلاً سياسية تتنافس على المنصب الوزاري، ومستعدة ليس فقط أن تدفع ملايين الدولارات للظفر بهذه الوزارة أو تلك، وإنما هي على استعداد لتقتل وتفجر، وهي التي يملك بعضها أجنحة مسلحة قادرة على أن تفعل ما تريد وقت ما تريد وأين ما تريد، بعد أن أصبحت أقوى من الجيش نفسه ولها سطوة سياسية تفوق حتى سطوة رئيس الوزراء. طبعا بحسب الكاتب فإن عادل عبد المهدي أراد من الخطوة الرمزية أن يسند ظهره إلى الشعب، وهو يعرف أن الشعب اليوم ناقم على كل العملية السياسية ورموزها، وأنه يريد أن يقول للجميع ببساطة أنه ليس لديه ما يخسره، وإذا ما قرر بعضهم محاربته فإنه سيطرح كل شيء على الشعب. وبالتالي كانت خطوته رمزية ذات مغزى، لكنه من غير المرجح أن يتمكن فعلا من تشكيل حكومة خارج إطار ما تم التعارف عليه بين القوى السياسية. في الوقت الذي يستمر فيه سياسة العراق الجديد بالصراع على المناصب وكيفية الاستيلاء على أكبر حصة من أموال النفط وعقود الإعمار، يعيش العراقيون سجناء اللحظة، يكاد يكون ارتباطهم بالمستقبل سرابا لولا حرصهم على البقاء أحياء من أجل أطفالهم. هيفا زنقن تقول في صحيفة القدس العربي إن من يتابع صرخات الاستنجاد والاستغاثة التي يطلقها الناس يوميا عبر أجهزة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي سيتساءل عن البلد الذي يقطنونه وعن الحكومة التي تدير شؤونه هناك. سيكون مصيبا من يعتقد أن أولياء الأمر فاسدون حتى النخاع، وأن حياة أبناء الشعب لا قيمة لها لديهم، وأنهم يدركون جيدا مدى الخراب الذي ألحقوه بالعراق، فقد بات البلد بفضلهم وفضل آبائهم من الغزاة بؤرة للتلوث والأمراض والأوبئة، بحيث لم تعد الصفات المستخدمة عادة دوليا مثل أزمة لوصف التدهور البيئي تنطبق عليه. فما يتعرض له العراق من نقص في مستوى المياه والتصحر كارثة ستؤدي إلى أن تصبح بلاد ما بين النهرين صفحة منسية من التاريخ. لا تزال المشاكل على حالها على الرغم من التظاهرات والاعتصامات وصرخات المواطنين المطالبة بأبسط حقوق العيش الكريم. وما يزيد الطين بلة هو تبادل الاتهامات بين الوزراء والمسؤولين في الحكومة كمحاولة لتغطية الفساد وتبييض الوجوه من المسؤولية. كل الحلول مرتبطة بوضع حد للفساد المالي والإداري.
الفساد المعشش في عقول وأجساد المسؤولين، والذي انعكس على حياة الناس بشكل مصائب تبدو وكأن من المستحيل إيجاد حل لها. فما من مشروع مهما كان حجمه وأهميته إلا وامتدت إليه أصابع السراق من أعلى منصب بالحكومة إلى أصغره لتحوله إلى هيكل فارغ من الادعاءات والحشو اللفظي. الكاتبة ترى أن العراقيين اتخذوا في مقاطعتهم الانتخابات ومظاهرات البصرة وبقية المدن خطوة إيجابية نحو الارتقاء بالوعي الجماعي من المناشدة والترجي إلى أخذ زمام المبادرة، وهي خطوة إذا ما تلتها مبادرات مجتمعية وطنية أخرى ستؤدي بالنتيجة إلى التغيير السياسي الحقيقي وليس تدوير الوجوه الفاسدة بنسبة انتخاب تقدر ب 20% كما يجري الآن. أراضي العراق تتعرض مراراً وتكراراً للجفاف بسبب نقص تدفق المياه ومواسم القحط المحتملة جراء التغييرات المناخية، وحين تكون هناك حاجة سياسية لإثارة مشكلة المياه مع دول الجوار نرى التعبئة عالية لكن في فراغ من دون عمل. فاتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أن هذا الأمر يزيد من متاعب العراق ولا يدعم وضعه المائي الذي يحتاج إلى سياسة طويلة الأمد تلزم بتنفيذها أربع حكومات في الأقل حتى يتم إنجاز تنفيذ بناء 3 إلى 4 سدود كبرى تحمي العراق من مصائب المياه المحتملة. يمكن للبلد استجلاب الاستثمار الأجنبي المشروط لبناء السدود والتنمية الزراعية والسمكية وتوليد الطاقة الكهربائية، كما يمكن الاتفاق مع الشركات العالمية على إشراك الكفاءات العراقية في أعمال بناء السدود من باب اكتساب الخبرة. ليس أمراً عابراً أن تشهد البصرة معدل إصابات بالتسمم بالمياه الملوثة تتجاوز 300 إصابة يومياً كما يقول مصدر رسمي في دائرة الصحة، وحال مدن أخرى بالجنوب ليس أفضل حالاً كما في ذي قار والعمارة والمثنى. لا يمكن الاستمرار بمعالجات آنية لا تصمد أمام عوامل مناخية وجغرافية وأسباب سياسية تخص دول الجوار التي تغلب مصالحها على مصالح العراق الذي لا يزال غارقاً في صراعات سياسية ضعفت إلى الحد الذي لم يحسب الجوار الإقليمي له أي حساب. علينا أن نحمي الأجيال المقبلة من عواقب هدر الثروة المائية، إنها مسؤولية رؤساء الحكومات، ولا يمكن أن يتم السماح لرئيس حكومة بمغادرة منصبه كما يغادر موظف الذاتية من دون أن يحاسب على المنجز من الخطط الكبرى لحفظ ثروة البلد والأجيال. ويختتم الكاتب بالقول إن الخطط المائية ليست من خصاص وزارة الموارد المائية فحسب، وإنما هي جزء أساس من الأمن الوطني العراقي العام، ولا بد من أن تكون في صلب سياسة الدولة وخطط نمو البلد إذا كانت أساسا هناك خطط للحكومات في العراق. خلف دخان الحرب التي تشتعل بين حماس وإسرائيل في الإعلام، تشهد القنوات الدبلوماسية الخلفية حراكاً كثيفاً من أجل صياغة معادلة التهدئة مقابل رفع الحصار. علي بن الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن كلا الطرفين لا يريدان حرباً شاملة. المستوى العسكري في إسرائيل مثلاً كان شديد الوضوح في هذا الصدد، أما المستوى السياسي فيكتفي بإطلاق تهديداته لاعتبارات السياسة المحلية طبعاً. في المقابل لخص القائد الحمساوي يحيى السنوار موقف الحركة بدقة عندما قال إنه لا يريد الحرب ولا يسعى إليها، ولكنه سيقاتل إن فرضت عليه. نحن إذن أمام تصعيد مضبوط ومنضبط بالرغبة في تفادي المواجهة الأشمل وترك حيز من الوقت وفسحة من الفرصة أمام الدبلوماسية التي تنخرط فيها بنشاط الأمم المتحدة ومصر وقطر، تدعمها تركيا عن بعد،
السلطة الفلسطينية التي بدا لبعض الوقت أنها السعادة زمام المبادرة عندما نجحت في تقديم ملف المصالحة على ملف التهدئة في حركة وحراك الوسيطين المصري والدولي. يبدو أنها تواجه مخاطر الانتكاس من جديد وتقامر بتهميش دورها في ملفات غزة المشتعلة. سلبية السلطة تخرج الوسطاء عن أطوارهم وتدفعهم للتعامل مع الأمر الواقع بالسلطة ومن دونها في نهاية المطاف. إن قدر لمسار التهدئة أن يسبق مسار التصعيد أو يقطع الطريق على سيناريو الحرب، فإن حماس ستخرج مرتاحة من هذه الأزمة، ولا أقول منتصرة، لأن المنتصر الوحيد فيها هو إسرائيل التي عملت وتعمل بدأم من أجل تقطيع أوصال الإقليم الفلسطيني وتحويل الانقسام المؤقت إلى انفصال دائم. أما المهزوم في هذه المعركة وبرغم بطولة والتضحية التي ميزت أداء الفلسطينيين في مسيرات العودة الكبرى، فهو الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومشروعه الوطني. الكاتب يرى أن الغزيين الذين اكتووا بنار الحصار والعقوبات وحروب الإخوة الأعداء وحروب الإسرائيليين عليهم قد يفرحون لبعض الوقت برفع الكثير من الإجراءات الجائرة المفروضة حولهم، لكن فرحتهم لن تدوم طويلا عندما تبدأ تباشير إمارة غزة تلوح في فضاء الحلول المطروحة لقضيتهم الوطنية، لكنهم لن يترددوا إطلاقا في العودة الفورية إلى خطوط المواجهة وساحات الاشتباك كما كان دأبهم دوما. أكثر من 10 مبادرات أممية وأوروبية وإقليمية طرحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومن المنتظر طرح 4 مبادرات أخرى مصرية وإيطالية وأوروبية وأمريكية للتوصل إلى حل الأزمة الليبية التي يحيط بها الجمود. صحيفة الخليج الإماراتية ترى في افتتاحيتها أن استمرار حالة انسداد الآفاق أمام الحل السياسي والمراوحة في المكان من دون تقدم خطرهما أكبر بكثير من الحفاظ عليهما، فهذه الحالة المشحونة أصلا بالاحتقان لن توفر أمنا إطلاقا ولن تمنع احتمال تجدد القتال. معظم المبادرات القائمة والمنتظر طرحها تتناول الأزمة الليبية بشكل جزئي أو انتقائي، وكل هذه المبادرات تستهدف تحقيق تأمين الحدود حتى لا تكون مدخلاً لتهريب السلاح والمتفجرات والإرهابيين. ومبادرات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع وصول المهاجرين إلى سواحل جنوب أوروبا، والمبادرات من دول أوروبية بعينها كإيطاليا وفرنسا تهدف في الأساس إلى تأمين المصالح الاقتصادية، خاصة أن للبلدين شركات نفطية تعمل في الحقول الليبية ولها استثمارات لا ترغب في أن تتبدد. وقد برزت الولايات المتحدة مؤخرا لتطرح مبادرات جديدة في ليبيا، ظاهرها تحقيق تسوية للأزمة وباطنها تهدف إلى تأمين أكبر حصة من النفط الليبي لصالح الشركات الأمريكية. البحث عن حلول جزئية وترضيات وتثبيت الوضع القائم لمنع انهياره باعتباره أفضل من التدهور والانزلاق في حرب أهلية وما يترتب عليها من أكلاف نسائية واقتصادية وأعباء على الجوار والإقليم والعالم لا تملك مقومات الاستمرار، إذ ما دامت الأسباب التي أدت إلى الأزمة قائمة فهي أدعى إلى فتح الباب أمام المزيد من القلاقل والاضطرابات وتعقيد المشهد. الصحيفة تتساءل ما الذي بمقدور المبادرات الجديدة الأوروبية والإيطالية والأمريكية تحقيقه في ليبيا وعجزت عنه المبادرات السابقة بل وحتى الاتفاقيات السابقة. هكذا تتساءل، لن يتحقق أي شيء ما لم يتم تغيير الأساس الذي تنبني عليه هذه المبادرات والهدف منه أو الهدف منها، ولن يستقيم أمر العملية السياسية ما لم تتهيئ الأجواء سياسيا وأمنيا حتى يكون الحكم لصوت الشارع الليبي في صناديق الاقتراع وليس صوت السلاح في الشارع. بعيدا كل البعد عن السياسة، نجحت الأردنية فاطمة داود
في صنع صابون خاص من ثمر الرمان بعد تجارب عديدة. وكان أكثر ما يشغل بالها وهي التي تعيل عائلة كبيرة ولعها هذا الذي يشغل بالها ولعها بالاستفادة من جميع مخلفات ثمرة الرمان من بذورها ولحائها وقشورها حتى. وقال موقع الجزيرة نت إن فاطمة خضعت لدورات تدريبية في كيفية صنع الصابون عموما، إلا أن نجحت بعد الاستعانة بمتخصصين ومختصين في إضافة مستحضرات طبيعية خالية من الألوان على رأسها خلاصة زيت الزيتون مع دبس الرمان أو خله أو عصيره، حيث شكلت هذه التركيبة صابونا طبيعيا أصبح منتجا يحظى بإقبال كبير محليا فضلا عن منافسته للأنواع الأخرى في الأسواق العربية. ويسعى القائمون على هذا المشروع الرائد من نوعه إلى تصنيف منتجهم الطبيعي ضمن برامج السياحة الطبيعية والبيئية لكي يتعرف السائحون على كيفية إنتاجه، ويساعدهم في ذلك أن المملكة بها أكثر من 25 صنفا من الرمان وأكثر من نصف مليون شجرة تتوزع على وديار أصبحت تعرف باسم أودية الرمان لغزارة إنتاجها الذي يكفي حاجة السوق المحلي ويفيض كذلك. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.